شو القصة فريد؟ شو في فريد؟ شو صار؟ قصص القبضايات بلشت تعجبك شو علي؟ صار عندك معارف جديدة؟ شو صار علي رضا؟ قدروا يعلموا عليك؟ فريد بكفي. قبض الضيق دمة؟ انت شلون نسيتني؟ يعني بسرعة ولك فريد بسرعة نسيتها. لك شلون نسيتها؟ تركني. تركني كل شي كرمال اخذ جيتاره. تركني بعد عني. بعد عم بعمل هالشي مشان اخذ جيتارني هالي فاهمها. كل شي عم بعمله هلا وسحب القضية كله كرمال اني اخذ جيتاره. حلال انت بس صدقني بس وثق فيني. إذا أنت كمان ما رح توقف جنبي ما رح أقدر كمل. طالما لسا حاطط ببالك الدار شو ما كان اللي رح تساويه رجلي قبل رجلك فيه. تمام؟ شو في عمي؟ خير؟ علي رضا قال لي اجمع لي الكل بدي احكي معهم. لا بخصوص موضوع امبارح عمي؟ ليك وصل هو بيقلكم. كيف امورك عبدو؟ موسيقى